السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27 أغسطس 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك السيب 15 جنيه و85 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك عودة وبنك التعمير والإسكان 15 جنيه و84 قرش. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي اليوناني بمصر وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي 15 جنيه و83 قرش. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول 15 جنيه و82 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15 جنيه و80 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء من 15 جنيه و95 قرش ل 16 جنيه و5 قروش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و69 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و79 قرش. سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و36 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و13 قرش. سعر الدينار الأردني 22 جنيه و4 قروش. سعر الدينار البحريني 40 جنيه و93 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و17 قرش. سعر الريال العماني 40 جنيه و20 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و28 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.